Hi there. I and my buddy Joe English are sending our regards. Today, we will continue doing a general English test for third year secondary English. Let's share the screen and do that. النهارده هنعمل اختبار شامل اللي هو انجليزيه لثالثه ثانوي من بوكلت Aspire. شوف كده الاختبار رقم اربعه, number one. The new hotel is very It has 200 rooms and 3 swimming pools. يبقى عايزين صفة توصف الهوتيل يبقى impressive. اللي هي ايه؟ impressive يعني رائع جدا أو ممتاز جدا. يبقى impressive ايه الإجابة الصحيحة. طيب, number two. The artist told me that she took from her father who was also a painter. يعني خدت إلهام من والدها, يبقى inspiration C. يبقى الإجابة inspiration C. طيب, number three, بيقول طارق's grandfather a long illness and is back home after many weeks in hospital. يبقى overcame, يبقى تغلب على مرض كان بيعاني منه فترة طويلة ورجع البيت من المستشفى. يبقى إذا overcame اللي هي في الماضي D. Okay, overcome something, يتغلب عليه, يتغلب على صعوبات, يتغلب على مرض إلى آخره. هي في الماضي طبعا, يبقى overcame اللي هي دي. طيب, number four, بيقول Sarah is the best for the job. She has more experience than anyone else. يبقى she is the best a candidate. هي أفضل مرشحة للوظيفة لأنها عندها خبرة أكتر من الآخرين. The best candidate, D. طيب, number five, بيقول A job on the website looks very interesting. You should for it. في وظيفة معلن عنها شيقة كويسة يعني you should a you should apply for it. Apply for a job يعني تتقدم لهذه الوظيفة. يبقى C. Apply for it. طيب, number six, بيقول if you want this job you need to send your vitae. يبقى ايه؟ curriculum vitae, هي على بعضها كده كلمه لاتينيه اختصارا سي في اللي هو السيره الذاتيه بتاعتك. يبقى دي curriculum هي الاجابه الصحيحه. طيب, number 7. He learned over and he leaned over يعني انحنى كده and to my ear but I didn't hear what he said. يبقى ايه؟ whispered in my ear. whispered اللي هي بي يعني همس في أذني لكن أنا ما قدرتش أسمع هو قال إيه. يبقى إذن he leaned over and whispered B الإجابة الصحيحة. طيب, number 8, بيقول the neighbors were with all the noise the dog was making. يبقى were a fed up with. fed up with يعني فاض بهم الكلب. خلاص الدوشة اللي كان بيعملها الكلب الجيران كانوا متضايقين وفاض بهم الكلب. دي expression على بعضه fed up with something يعني bored with something, no longer can stomach or take something, يعني مش هيقدر يتحمل حاجة ديت أكتر من كده. يبقى fed up with اللي هي دي الإجابة الصحيحة. طيب, number 9, بيقول أسامة worked hard in the summer and has his goal of getting top marks in the exams. يبقى has a achieved, حقق الهدف بتاعه اللي هو يجيب درجات top marks اللي هي درجات نهائية في المواد أو في الامتحان. يبقى achieved D الإجابة الصحيحة. طيب, نشوف الجملة number 10, بيقول Mona's to the family party was to bake some lovely cakes. Okay, يبقى Mona's contribution, الإسهام اللي عملته منى للحفلة بتاعت العائلة إن هي تعمل بعض الكيكات اللذيذة. يبقى contribution A الإجابة الصحيح. طبعا contribution مش شرط يكون اسهام مالي, ممكن اسهام بالمال, ممكن اسهام بالمجهود, مثلا واحد بيعمل حاجه مع الفريق العمل بتاعه او research ابحاث معينه او ان هو يعمل مثلا حاجه زي كيكه زي كلام زي كده. فاذا مونز contribution هنا معناه الاسهام بتاعه. يبقى A. طيب, number 11, by this time next month my parents will their new company. طبعا باي زائد زمن مستقبلي هو دليل او ماركر على زمن المستقبل التام وتركيبته ويل زائد هاف زائد التصريف التالي. يبقى هنا الاجابه الصحيحه ايه؟ هاف ستارت. طبعا في عندي ويل اهي قبلها, يبقى ويل هاف ستارتد معناها هيكونوا بداوا ذير نيو كومباني شركتهم الجديده. يبقى اذا ايه الاجابه الصحيحه.
طيب نمبر 12 بيقول people nowadays no longer believe ancient which used to explain how the world works. يبقى ancient ايه؟ myth اللي هي بي اللي هي بنقول ال myth اللي هي الخرافات القديمة، يعني حاجة خرافية كده ملهاش أساس علمي أو تفسير علمي. أوكي؟ يبقى بي الإجابة الصحيحة. الناس مش بتصدق هذه الخرافات الآن، يبقى بي myth الإجابة الصحيحة. طيب نمبر 13 بيقول some of the most difficult situations make us stronger. يبقى life changing situations، يعني حاجات بتغير مجرى حياتك، حاجات تجارب صعبة أو كده يعني، يبقى life changing C هي الإجابة الصحيحة، وهي طبعا صفة مركبة هنا، life changing حاجة بتغير مجرى حياتك، حاجة مهمة، حاجة خطيرة إلى آخره، يبقى C الإجابة الصحيحة. طيب number 14 بيقول whether we get angry about situations or not depends on our on the issue. يبقى our إيه؟ سواء إحنا بنغضب في بعض المواقف من عدمه يعتمد على وجهة نظرنا في هذا الموضوع، يبقى our perspective on the issue. Our perspective يعني الطريقة اللي احنا بننظر بيها لهذا الموضوع، يبقى perspective دي الإجابة الصحيحة. طيب 15 بيقول we should look for the in every experience we have. في كل الحاجات اللي بتمر بينا لازم نكون مركزين أو بندور على المورال. المورال يعني ايه؟ الدرس الاخلاقي او ايه الدرس اللي نقدر نستفيد منه او نتعلمه من هذه التجربه. ده كلمه مورال هو الدرس اللي المستفاد يعني، وساعات بيسموه تيك اواي ليسون او بس تيك اواي، كل دي معناها الدرس المستفاد. حتى في اي قصه او روايه بنقراها يقول لك وات از ذا مورال؟ وات از ذا تيك اواي؟ ايه وات از ذا ليسون؟ ايه هو الايه الدرس الاخلاقي او ايه هو الحاجه اللي احنا اتعلمناها من هذه القصه او الروايه أو المسرحية، يبقى دي هنا moral الإجابة الصحيحة. طيب number 16 بيقول choose the correct option to put the sentence into indirect speech. عايزين نخلي الجملة ديت في الكلام غير مباشر. I'd like to share the research I have done to find the secrets to achieving my goals. هي دي الجملة، عايزين بقى نقلبها indirect. هنلاقي ان the writer said he would like، بدل ما يقول I هيتحول الى he، و would بتفضل زي ما هي، like he would like يبقى to share the research she had done اللي هي I have done، يبقى he had done، المضارع التام تبقى ماضي تام، to find the secrets، okay to find the secrets to achieving his goals، بدل ما اقول my goals يبقى his goals. دي احنا عملنا حاجتين، غيرنا الضمائر من my الى he الى his، او مثلا I تبقى he، وكمان الازمنه طبعا would مش هتتغير هتفضل زي ما هي، لكن have done هنحولها الى had done، المضارع التام تبقى ماضي تام. يبقى اذا دي هي الاجابه الصحيحه. يبقى هما في خطوتين مهمين لو بحول من direct ل indirect. We change the pronouns، بنغير البرونونز وفقا للمتكلم. تاني حاجة بنغير التنسز الأزمنة one step back in time، يعني الماضي تبقى ماضي تام، المضارع التام تبقى ماضي تام، المستقبل مثلا will تبقى would إلى آخر. يبقى إذا هنا دي الإجابة الصحيحة. طيب number 17 بيقول فاتينز أو فاتينز تراب أو فاتينز تراب really enjoyable. Okay really enjoyable يعني شيقة أو ممتعة، because he يبقى اسمه فطين بقى، he wrote a long blog about it. لأنه كتب بلوج عن هذه الرحلة. يبقى احنا عايزين بقى حاجة نعمل لها deduction model of deduction، يبقى هقول A C must have been، أكيد كانت enjoyable لأنه كتب بلوج عن هذه الرحلة. يبقى الحاجة المتماشية مع المعنى هنا نختار C must have been، ولأنها كانت رحلة في الماضي يعني هو أتمها بالفعل، يبقى must have been يبقى معناها أكيد كانت رحلة كويس. طبعا لو أنا بعمل deduction في الماضي يبقى هجيب المودل اوف deduction هنا في الحالة دي must، وبعدين أجيب have، وبعدين أجيب التصريف الثالث، يبقى must have been، يبقى C الإجابة الصحيحة. طيب number 18 بيقول which of the following is structurally correct. هنلاقي إن A my friend told me that he had obtained a new job
in the new administrative capital. هلاقي ان ماي الام كابيتال عشان بدايه الجمله new administrative capital العاصمه الاداريه الجديده ديت اسم علم يعني اسم مدينه او حاجه، يبقى لازم الكابيتال لتر في اول حرف من الحروف وبعدين في فول ستوب في اخر الجمله. تمام؟ يبقى ديت الجمله الصحيحه. طيب نشوف بقى نمبر 19 بيقول choose the correct option to put the sentence into indirect speech. عايزين الجملة دي أخليها في غير المباشر. Mark McCormack said, divide your objectives into smaller steps. يعني McCormack ده قال الأهداف بتاعتك قسمها إلى خطوات صغيرة. يبقى الأهداف بتاعتك الكبيرة قسمها إلى خطوات صغيرة. يبقى أقول إيه بقى؟ سي Mark told me to divide my objectives. طبعا هو قال to divide لان هو الجمله الاصليه divide your، يعني كانها جمله امريه، قسم وقتك الى او قسم اهدافك الى. يبقى عشان اعمل reporting لجمله امريه او imperative اقول to قبل الفعل. يبقى he told me to او mark told me to divide، بدل ما يقول بقى your objectives هو بيكلمني مباشر، هيبقى يقول ايه to divide my objectives into smaller steps. تمام؟ واحط نقطة في الآخر، يبقى هنا سي الإجابة الصحيحة. هي الفكرة كلها إن في بعمل ريبورتنج لحاجة imperative بجيب تو قبل الفعل، وبعدين بحط نقطة في آخر الجملة. وطبعًا الضمائر بتتغير، بدل ما أقول divide your objectives في المباشر بيبقى divide my، هو بيكلمني بقى أقول إيه he told me to أو he asked me to divide my objectives. يبقى إذا C الإجابة الصحيحة. طيب number 20 بيقول the village streets are muddy because it all night. شوارع القرية كانت عايز أقول فيها طينة، يعني ليه؟ عايز أعمل بقى model of deduction. يبقى it has been raining all night، كان الجو بيمطر طوال الليل. has been raining. تمام؟ طبعا ما بختارش هاد بين هنا لان الفتره مش طويله قوي، يعني فتره يا دوبك الليل، وبعدين صحيت تاني يوم لقيت الارض فيها طينه عشان المطر، يبقى هاز بين ريننج اولى من هاد بين، يبقى مضارع تام. وفي الحاله دي مستمر، ان الموضوع استمر لفتره طويله شويه ادى الى ان الشوارع تبقى فيها طينه، يبقى هاز بين ريننج سي الاجابه الصحيحه. طيب السؤال 21 بيقول the novelist an award for his last collection of short stories was offered. يعني تم إعطاؤه award يعني جائزة عشان الكوليكشن أو مجموعة القصص القصيرة اللي هو عملها يعني في الأسبوع الماضي. تمام؟ يبقى was offered هنا دي، وطبعا قلنا was offered عشان a week ago، يعني تم تكريمه أو إعطاؤه جائزة منذ أسبوع. طبعا ago من علامات الماضي، فهنا الماضي he was بس مبني للمجهول، يبقى بعدها التصريف الثالث، يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب 22 بقى بيقول I and my brother usually depend on to face everyday problems. أنا وأخويا دايما بنعتمد على إيه عشان نواجه مشكلات كل يوم؟ يبقى ourselves، نعتمد على أنفسنا. طالما أنا وواحد معايا يبقى ourselves، أنا وأخويا يبقى ourselves، يبقى C الإجابة الصحيحة. ده ضمير انعكاسي بيعود على I and my brother. طيب 23 بيقول My assistant, my instruction, he did the opposite. يبقى يا ترى هو عمل ايه؟ المساعد بتاعي ها cannot have understood، مستحيل يكون فهم التعليمات بتاعتي لان هو عمل العكس تماما. يبقى هنا المودل اوف ديدكشن هختار كانت اللي هي مستحيل، وبعدين اجيب هاف زي التصريف الثالث لان هو حاجه تمت في الماضي، يبقى هو بقول ايه can't have understood، مستحيل يكون فهم التعليمات اللي انا قلتها له لانه عمل العكس، يبقى بي هي الاجابه اصح. بختار المودل المناسب للمعنى اللي هو كانت في الحاله دي معناها مستحيل، وبعدين بختار هاب والتصريف الثالث لان دي حاجه توقع حاجه في الماضي تمت، يعني يبقى بي. طيب السؤال 24 بيقول most of the plays by Shakespeare were translated to different languages. يبقى written by، written by هي اختصار لكلمه which were written by، واللي هي بقى ضمير الوصل which والverb to be اللي جاي بعده اللي هي where، ممكن اعمل لهم omission احذفهم واسيب بس التصريف الثالث اللي هو written، وهي بتبقى مفهوم زي بالعربي يقول لك ضمير مستتر، اللي هو ضمير وصل مستتر ومفهوم من المعنى،
نفس الشيء في الانجليزي برضه، written اصلها which were written، فهنا written هي اللي صح. ما ينفعش اقول were written بس من غير ما اجيب اداه الوصل او ضمير الوصل، يا اما اجيب الضمير الوصل، وبرضه ما ينفعش اجيب ضمير الوصل ومن غير verb to be. لو جبت يبقى لازم اجيب الاثنين مع بعض، which were written او ان انا اجيب written بس. في الحاله ديت الصحيح ان انا اجيب written اللي هي سي. طيب 25 بيقول which of the following is structurally correct؟ هلاقي ان بي it is such an interesting poem that I read it many times. طبعا such و that بجيب ما بينهم صفه وموصوف interesting poem، وطبعا اجيب قبل interesting an عشان هي منسحبه على الناون اللي جايه بعدها. يبقى القاعده بتقول such that بجيب ما بينهم adjective وناون. لو قلت so that يبقى ما اجيب ما بينهم ايه adjective فقط. يبقى هنا زي ما قلنا B هي الاجابه الصحيحه. طيب السؤال 26 بيقول there is bread left, it isn't even enough for just one person of the big family. يبقى little bread. little معناه اقل حاجه خالص. a little يعني بعض الخبز. فبقول لك مفيش غير خبز غير قليل جدا حتى ما يكفيش فرد واحد من الاسره، يبقى اختار little بقى. There is little bread left، يبقى دي الاجابه الصحيحه. طيب سؤال 27 بيقول the following is part of a or an essay. شوف كده نقراه ونشوف هل يا ترى ديت جزء من انهي مقاله. نقرا كده it was my first day on the new job. I was sitting in a badly furnished office with three other young men. They started asking me. يبقى بقول كان اول يوم في العمل، كنت قاعد في غرفه الفرنشر اللي فيها مش كويس وكان معايا ثلاثة. يعني هو بيحكي حاجة سردية حصلت في الماضي، يبقى ناراتيف على طول من غير ما نكمل سي. يبقى ده جزء من مقالة سردية اللي هي بتسرد أحداث أو بتقول حاجات في الماضي، يبقى سي. تمام كده؟ طيب السؤال 28 بيقول which of the following is part of an argumentative essay on the importance of libraries. يعني مقالة إقناعية أو جدلية تتكلم عن اهميه المكتبات. ممكن تبقى ايه؟ انهي جمله جزء من مقاله اقناعيه او جدليه بتتكلم عن اهميه المكتبات؟ هلاقي ان دي on the other hand being bilingual is a good way to learn more and more about other cultures. لا ديت مفيش فيها اهميه المكتبات. طب نشوف سي in my opinion it would be a serious mistake to replace libraries with tablets. First, digital books and resources are associated with less learning and more problems than print resources. ممكن تبقى سي هي الأولى إن أقول إن ما ينفعش أستبدل المكتبات بالتابلتس لأن المكتبات مهمة إلى آخره. طيب therefore it is highly recommended to show our young people how to mix with other cultures. لا دي مالهاش دعوة بالموضوع خالص. Moreover, there are other habits in children. بتكلم عن الهابتس. هي إذا سي هي أقرب حاجة بتتكلم عن أهمية المكتبات وإن هي مهمة أكتر حتى من التابلتس. الحاجات المكتبة العادية إنك بتروح تقرأ كتب ورقية وبيبقى فيها برضه ريسورسز إلكترونية. جزء من المكتبات دلوقتي فيها إلكترونيك ريسورسز برضه، فديت برضه مهمة إن يكون في مكتبة. يبقى سي هي أقرب حاجة بتتكلم عن الموضوع. تمام. طيب خلينا نقرا كده القطعه الريدنج. بيقول الريدنج هنا بيتكلم عن عزه نخله. I have recently graduated with a degree in English. واحده اسمها عزه بتقول انا اتخرجت بدرجه جامعيه في الانجليش من جامعه القاهره. My goal is to be a full time guide. هدف ان اكون مرشده for a travel company في شركه سفريات and شركه سياحه يعني. And I would like to apply for an internship. وأنا عايزة أقدم في تدريب يعني على تدريب at your company في شركتكم so I can learn more about the job. I have already had some experience of being a guide. أنا عندي بعض الخبرة إن أكون مرشدة. During my university holidays 2 years ago, في أجازات الجامعة من سنتين, I worked part-time, اشتغلت لبعض الوقت for a company that took school children around museums in Cairo. اشتغلت في شركة كانت بتاخد طلاب المدارس في جولات في المتاحف في القاهرة. There were a lot of young children in each group. كان في يعني أطفال صغيرين في كل مجموعة and they had to be
watched carefully to make sure they were safe, وكان لازم حد ياخد باله منهم عشان يكونوا في أمان. I would go with the group leaders to the museum. كنت بروح مع قادة هذه الجروبات أو المجموعات في المتاحف. And then I would take small groups of children round the highlights of the museum. وبعدين باخد يعني مجموعات من الأطفال دول عشان أوريهم الحاجات المهمة في المتحف. The company must have been pleased with my work. كانت الشركة مبسوطة من العمل بتاعي. Because I was asked to work there again the following year. طلب مني أن أعمل معهم في العام اللي بعده. I have also been working as a volunteer at a local charity. واشتغلت كمتطوعة في أحد المؤسسات الخيرية المحلية that helps children who are in hospital, اللي بتساعد الأطفال اللي هم في المستشفى. المرضى يعني. I visit them once a week to play games with them. أنا كنت بزور هؤلاء الأطفال مرة في الأسبوع عشان ألعب معهم الألعاب. The children like to be read to and kept busy. وكانوا بيحبوا أن أنا أقعد أقرأ لهم قصص. و I often read them books of math. بقرأ لهم كتب عن الأساطير. And that they really enjoy. بيستمتعوا بيها يعني. My peers say that I am a well-rounded and generous person. أقراني بيقولوا إن أنا إنسانة يعني generous كريمة. And I take pride in my excellent English skills. وأنا عندي مهارات لغة إنجليزية ممتازة وفخورة بذلك. I also have a good knowledge of the landmarks. عندي خبرة أو معرفة أو دراية بالأماكن السياحية. Monuments والأثرية and tourist attractions وأماكن الجذب السياحية that your company takes tourists to visit اللي الشركة بتاعتكم بتاخد السياح ليها. I think I can make an important contribution to your company as an intern. أنا ممكن أعمل إسهام للشركة كويس كمتدربة. If you are happy with my work, لو عجبكم الشغل بتاعي, I hope to be offered full-time employment in the future. أتمنى أحصل على وظيفة دائمة معك. طيب السؤال 29 بيقول the text is from from A يعني أقول professional profile yes اللي هو C يعني حد بيكتب بروفايل عن نفسه بيقول أنا عملت كذا وسويت كذا الخبرات بتاعته يعني C وبعدين ممكن يكون حاطط الحاجة دي على أونلاين يبقى professional profile. طيب 30 بيقول عزة is applying يبقى to be an intern هي بتقدم في الشركة عشان تبقى متدرب في الأول يبقى C اللي becoming an intern جاء من internship اللي هو تدريب وintern متدرب أو متدرب. طيب 31 بيقول the underlined idiom take pride in a similar meaning to value something highly إن أنت تبقى فخور بيه معناها إن أنت تقدر هذا الشيء بشكل كبير جدا يبقى B. طيب السؤال 32 بيقول in her part-time job عزة took يبقى a few children around the museum's highlights with her group leader تاخد بعض الطلاب أو بعض الأطفال في داخل المتحف توريهم الأماكن المهمة اللي في المتحف يبقى B. طيب السؤال 33 in her voluntary work عزة helps children كان في العمل التطوعي بتاعها عزة بتساعد الأطفال يعملوا إيه who want to be entertained يعني اللي هم عايزين يبقوا فيه عندهم ترفيه بتقرا لهم تلعب معهم العاب الى اخره يبقى دي. طيب 34 بيقول who might not be able to tell the company that Azza is an impressive candidate for the job مين اللي مش هيقدر يقول هذا الكلام اللي هو بي the children at the hospital okay yes يعني هم مش هيقدروا يقولوا هذا الكلام. Okay. Yes. People at the place where she worked, the children, people who work in the city's tourist, people that she knows who are the same. لا يبقى B. دول أطفال يعني مش هيقدروا يقولوا أو يعبروا عن الحاجة. Okay. اللي هي مثلا قدراتها أو حاجتها الحاجة اللي تقدر تعملها وكده لان هم اطفال يبقى بي دي اقرب حاجه يعني. طيب نقرا كده مع بعض the secrets to my success. قطعه الريدنج الثانيه اقول لك اسرار النجاح بتاعي. I'm sure like me you have goals who you would like to reach sometime in the future.
انا واثق ان انتوا عندكم اهداف زي ما عندي اهداف عايزين تحققوها في المستقبل. In this blog, في البلوج ده I want to share the research I have done to find the secrets to achieving my goals. عايز اشارك معاكم الابحاث اللي عملتها عشان اوصل ل يعني اسرار تحقيق الاهداف. First of all, I identified my weaknesses. يعني قدرت احدد نقاط الضعف بتاعتي by reflecting carefully, عن طريق ان انا قعدت افكر بشكل عميق وشكل في حرص يعني, and asking friends and family, واسال العائله والاصدقاء ايه ممكن تكون العيوب او نقاط الضعف اللي عندي. I should have done this many years earlier. كان المفروض اعمل كده منذ سنوات. As I discovered that I was disorganized, انا اكتشفت ان انا مشكلتي او الضعف, نقطه الضعف اللي عندي, ان انا كنت غير منظم. Scared of failing, وكنت خايف من الفشل. And I get distracted easily, وان انا يحصل لي تشتت بسهوله. Where there are too many problems to solve at once, كان في مشاكل كتير بحاول احلها في وقت واحد. Well, I started with one at a time, and here's what I learned. لو كان عندك مشاكل كتير, ابدأ بمشكله واحده ركز عليها عشان تقدر تحلها, ودي الحاجه اللي انا اتعلمتها. I read a book about organizing my room. قريت كتاب عن تنظيم الغرفه بتاعتي. The author Sheila Chandra, اللي هي مؤلفه هذا الكتاب يعني, suggested starting at perfect location for them. يعني قالت اختار مكان مناسب لكل حاجه من حاجاتك. Then the next time you use it, always return to its home so you will know where to find it. Just like you do with your toothbrush. يعني انت رتب غرفتك وحط كل حاجه في مكان ملائم ليها, تبقى هو ده مكان الحاجه دي على طول, بحيث لو احتجتها تلاقيها. زي موضوع التوث براش, التوث براش بنحطه مثلا اعلى حوض الوجه, دايما مكان ثابت, فحط بقيه حاجاتك في مكان انت تبقى عارفه, ما تغيروش بقى كل شويه عشان تبقى فيه نظام يعني. The next issue was my fear of failing. كان برضو نقطه الضعف اللي عندي الثانيه ان انا دايما بخاف من الفشل. Mark McCormack was the author of a book. واحد اسمه مارك مكورمك ألف كتاب, which advised me to divide my objectives. إن أنا أقسم الأهداف بتاعتي into smaller steps, إلى خطوات أصغر, and then set a time limit. وحدد وقت معين for each of these steps عشان أحقق كل خطوة من هذه الخطوات. He said that if we look at the top of a huge mountain, لو إحنا بصينا في الى قمه جبل كبير, we will be put off climbing it. طبعا مش هنقدر نتسلقه يعني, هيتهيأ لنا انه حاجه صعبه يعني. But if we focus on reaching different points in the mountains, لكن لو احنا حددنا نقاط محدده بس في الجبل اللي احنا نوصلها, هتكون ايسر ان احنا نعمل كده يعني. It will be less scary, هتكون اقل تخويفا يعني, هنكون احنا عندنا ثقه اكتر. Breaking down bigger goals. لو انت يعني تقسم الاهداف الكبيره دي الى حاجات smaller objectives, اهداف صغيره with specific time limits, ويكون مع كل هدف صغير مده زمنيه محدده. Focus for short periods of time. خلتني اقدر اركز في هذه الفترات القصيره. With greater concentration too. مع تركيز اعلى. As you can see, I started by identifying the problems. زي ما انتم شايفين, بدأت ان انا احدد ايه نقاط الضعف اللي عندي والمشاكل اللي عندي, and researching possible solutions, وان انا ادور على او ابحث عن حلول. Then I put the ideas into practice. بعدين بدأت انفذ بقى هذه الافكار في بشكل عملي. I hope the secrets to my success help you as much as they have helped me. أتمنى أن هذه الأشياء تساعدكم زي ما ساعدتني هذه الأسرار اللي أنا توصلت ليها. طيب السؤال 35 هنا بيقول the article is about how the writer progressed towards his goals. إزاي أن الكاتب قدر يتقدم نحو أهدافه ويحققها. يبقى إذن 35C. طيب 36 بيقول the author says he has أو he asked people he knew for advice. عمل ايه في الاول؟ سال الناس ثم اصدقائه ومعارفه والفاميلي ممبرز عن النصيحه بتاعتهم, ايه هي نقاط الضعف بتاعتي وازاي اقدر اتغلب عليها؟ يبقى ايه الاجابه الصحيحه؟ طيب السؤال 37 بيقول the author says that, هو بيقول ايه؟
The toothbrush principle helped him become organized. يعني ايه toothbrush principle؟ يعني زي فكره التوثبراش اللي هي فرشه الاسنان، دايما بنحطها في مكان محدد، مثلا اعلى حوض الوجه، وبالتالي بيقول لك حط الاشياء بتاعتك ورتب الاشياء اللي في الغرفه بتاعتك في مكان ثابت محدد لكل ايتم او لكل حاجه، بحيث لما تحب تاخد الحاجه دي ترجع في مكان محدد تلاقيها فيه. يبقى the toothbrush principle C هي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال 38 بيقول the message in the second book was that اللي هو بتاعت قسم أهدافك لأهداف أصغر، بيقول you should divide bigger goals into smaller ones. بالظبط كده، لو عندك هدف كبير قسمه إلى أهداف أصغر عشان تقدر تحققها، وخلي لكل هدف صغير فترة زمنية تحققها فيه. يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب 39 بيقول the message from the second book helped the author too. الفكرة بتاعت الكتاب الثاني اللي هو بتاع ميكورماك ساعدت الشخص ده ان هو يعمل ايه؟ اللي هو reduce the fear of failing. C بقى، يقلل من الخوف ومن الفشل and improve concentration، ويخلي عنده تركيز اعلى، لانه بقى مش بيفكر في هدف كبير قدامه تايه فيه يعني مش عارف يعمل ايه، لا هو بيقسمه الى اهداف اصغر، وكل هدف اصغر عامل له فتره زمنيه محدده فخلى عنده تركيز اكتر، وان هو كمان ما بقاش عنده خوف من الفشل. يبقى سي الاجابه الصحيحه. طيب السؤال 40 بيقول the process the writer uses to help him become more successful can be summarized as اللي هي ايه؟ identify the problem. اول حاجه لازم تحدد ايه المشكلات اللي قدامك، research the solutions، وابحث عن الحلول and implement them، وابدأ في تطبيقها. ديت الخطوات اللي تاخدها عشان تقدر تتغلب على مشكلاتك او نقاط الضعف اللي عندك. يبقى اذا ايه الاجابه الصحيحه. طيب نشوف بقى الترانزليشن، بيقول ابحث حاليا عن تدريب في موقع ويب حيث يمكنني معرفه المزيد حول كتابه المقالات الاخبار المحليه، سيتم وضع ملف التعريف المهني الخاص بي على الانترنت قريبا. بيقول بقى ايه؟ I am currently looking for an internship at a website where I can write articles for local news. My professional profile will be put online shortly. هي دي الإجابة الصحيحة. تمام؟ طيب نشوف بقى السؤال بعد كده 42. Recently Hassan has been spending all of his time studying for his exams. However, he has not stopped helping at the local charity which helps elderly people. في الآونة الأخيرة كان حسن يقضي كل وقته في الدراسة من أجل امتحاناته. أوكي، ومع ذلك أوكي حسن has been spending كان حسن يقضي كل وقته في الدراسة من أجل امتحاناته، مع ذلك لم يتوقف عن المساعدة في الجمعية الخيرية المحلية لتساعد الأشخاص الكبار. طيب نشوف بي، قضى حسن كل وقته في الدراسة من أجل امتحاناته، ولذلك لا هي مفروض مع ذلك however، فلذلك ديت هنستبعدها. طيب سي، قضى حسن كل وقته في الدراسة من أجل امتحاناته في العام الماضي، لا ما قالش العام الماضي دي. يس، يبقى إذن برضو هنستبعد سي. دي في الأخيرة، في الآونة الأخيرة كان حسن يقضي كل وقته في أداء امتحاناته، لا هو قال في الدراسة من أجل studying for exam. يبقى إذن إيه هي الأفضل إجابة؟ يبقى إحنا بنقرأ يا جماعة بتأني ونستبعد الجمل اللي فيها كلمة خطأ أو حرف جر خطأ أو الزمن معاملينه مغيرينه أو نفي وإثبات مبدلينهم، وبالتالي هيفضل إجابة واحدة اللي صح اللي هي هنا إيه الإجابة الصحيحة. طيب نشوف كده، تعكس الأماكن ذات الطابع الثقافي عمق حضارة البلد عبر السنين، وتعد الإسكندرية مثال واضح لهذا الطابع بما تحظى به من أماكن تاريخية مثل المسرح الروماني ومتحف الإسكندرية القومي. The country's wealth has affected places of cultural interest recently. تعكس الأماكن ذات الطابع الثقافي عمق حضارة البلد. طيب حضارة البلد ما قالش يعني ثروة البلد، يبقى هنا استبعد إيه عشان كلمة wealth دي. Alexandria has affected the depths. أثرت الإسكندرية على عمق الحضارة في البلد، لا برضو ما قالش إسكندرية. طيب places of economic interest اللي هي بتاعت
الاهتمام الاقتصادي، وما قالش الحاجة الخاصة بالذات الاقتصادي، لا الثقافي. يبقى نستبعد سي عشان ايكونوميك دي. طيب دي places of cultural interest اللي هي الأماكن ذات الطابع الثقافي، تعمل إيه بقى؟ reflected the importance of the country's civilization، بتعكس أهمية حضارة البلد over centuries. يبقى هي ديت الإجابة الصحيحة. تمام؟ yes. وبعدين بيقول Alexandria is a clear example. الإسكندرية هي مدينة لها تحظى بيه من أماكن تاريخية، بس هو قال هنا economic interest. هنستبعد برضو الجملة ديت سي عشان حكاية economic دي. طيب يبقى أكيد بقى آخر واحدة دي هي الإجابة الصحيحة. يبقى places of cultural interest reflect the country's civilization. وبعدين قال في الآخر Alexandria is a clear example of a cultural interest، يعني لها اهتمام أو لها مكانة واضحة ذات الطابع تاريخي يعني cultural. يبقى إذن دي هي الإجابة الصحيحة. يعني بنقرأ بتأني، ممكن بس كلمة في الموضوع زي كلمة economic ديت ملهاش علاقة بالجملة الأصلية، يبقى هنستبعد الجملة كلها، وبناء عليه هي دي الإجابة الصحيحة. آخر جملة يا جماعة، success in life is measured in terms of the achievements one could carry out throughout their lives. يعني بيقول يقاس الطموح، لا هو النجاح. يبقى نستبعد الطموح ديت. بيقول يقاس النجاح في الحياة من حيث الإنجازات التي تمكن المرء أن يحقق، التي تمكن المرء أن يحققها طوال حياته. therefore ولذلك many ambitious people aspire to achieve higher levels of success. يتطلع عدد من الأشخاص طموحين لتحقيق مستويات أعلى من النجاح. هي ديت بالإجابة الصحيحة. يبقى إيه؟ هنستبعدها عشان حكاية يقاس الطموح، هو قايل النجاح مش الطموح. برضه سي يقاس التقدم، مفيش تقدم، هي سكسس هو النجاح. هنستبعد برضه سي عشان التقدم. دي بيقول يقاس النجاح في الحياة من حيث الإنجازات التي يحاول المرء أن يحققها، وما قالش التي يحاول، لا one could carry out اللي هو التي استطاع المرء أن يحقق، مش اللي هو يحاول أن يحقق. يبقى إذا هستبعد دي عشان يحاول أن يحققها ديت، وبناء عليه هي بالإجابة الصحيحة. المطلوب إن احنا نقرأ الجملة الأصلية وبعدين نقرأ الخيارات بتأني عشان نوصل للإجابة الصحيحة، ونستبعد الجمل اللي فيها كلمة غلط، حرف جر غلط، نفي وإثبات عكسينهم إلى آخر، زمن الجملة عاملينه مغيرينه بدل ماضي خليناها مضارع أو مستقبل أو غيره. فنخلي بالنا من الحاجات دي. برضو حروف الجر مهمة جدا، أحيانا بيجيب بريفكس في أول الجملة بيعمل نفي وإثبات أو عكسهم إلى آخره من الأشياء. تابعونا إن شاء الله في الفيديوهات القادمة، هنجد برضو إن إحنا نحل مع بعض يعني امتحانات عامة من كتاب بوكلة المعاصر وجيم وأسباير، ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب إن شاء الله. ألو